أنا أقول أنه غير محظوظ، لأن اليوم كان لابد من حماية واحد القاعدة اللي كتقول يجب أن تثار الدفوع الشكلية والمسائل الأولية قبل كل دفع أو دفاع، وممكن واحد الشرط زمني يعني قبل كل دفع دفاع ودفعة واحدة. اليوم هما تيناقشوا دفوع شكلية، اليوم بإثارتهم لهذا التقرير أو هذا الرأي الاستشاري ديال الأممي أو التابع لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة المتعلق بالاعتقال التعسفي، وإثارتهم ليه بواحد الشكل اللي معيب اللي فيه خلط ما بين الاعتقال التحكمي اللي هو جناية والاعتقال التعسفي والاعتقال وكاين القصري، سمعنا القصري وسمعنا الاعتقال غير مشروع و مجموعة من المصطلحات اللي مفروض أنها غير واضحة غير حاسمة في المقصد والمغزى أو المطلب ديالهم، بالتالي كيبان بأن هذا المبنى لا يفيد أي معنى، وأنهم ضيعوا على السيد توفيق بوعشرين محطة مهمة اللي كخصو يتعاد فيها جميع الدفوع الشكلية التي سبقت وأن يتم التعمق فيها ومناقشتها بشكل جيد. وأنا كنقول هذا الشيء فائدة المحاكمة العديلة، حنا كنبغيو النقاش يكون على أعلى مستوى باش يكون نقاش قانوني منتج، المحامو اللي تيحضروا كيبغيو هذا النقاش أنه يكون قانوني ومنتج. كذلك هما تيناقشوا الوطنية ديالهم، انا حضرت واحد المرافعه كسخول بانه احنا وطنيين وحنا كنستدلوا بالخطب الملكيه، انا كيبان لي هذا النقاش نقاش عقيم لا يجوز غير مستند على اي اساس منطقي. احنا الوطنيه ديالنا كتبان باحترامنا للمؤسسات وعدم تغليط الراي العام وعدم تسريب معلومات اللي ما عندها علاقه بالواقع، عدم الاساءه للسمعه ديال المؤسسات ايا كانت هذه المؤسسات بصفه عامه، وحتى لا كانوا عندنا مواقف نضاليه او اراء راه كاينه اليات وكاينه الطرق وكاينه كلشي كيف القانون. ومني كيكون تعسف كاين الجهه الاخرى اللي غادي تحد من التعسف، وكاين الجهه اللي كنجيو لها هي القضاء اللي غتحمي لنا حقنا. يعني انا كنقول بانه النقاش اليوم نقاش ماشي 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 منتج، لانه تم اعتماد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه لمناقشه هذا الراي، ولا علاقه هذوك اليات تعهديه وهذوك اليات خاصه. حيت المجلس ديال حقوق الانسان تابع الامم المتحده عنده الحق باش يدير الاليات الخاصه، منها المقررين الخواص منها الافرق ديال العمل كل حسب تخصصه ومجاله، مع العلم ان كاين افرق العمل الخاصه او فريق العمل الخاص بالتجار بالبشر، وبالتالي كيعطيو واحد الراي. ولكن الاليه التعهديه هي اللي تيكون فيها الدول قد صادقت على اتفاقيه دوليه ما ونشرتها بالجريده الرسميه، وبعد الاتفاقيات الدوليه بحال العهد المتعلق العهد الخاص المتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه اللي فيه البروتوكول الاول وفيه حتى البروتوكول الاخر ديال الاعدام اللي ما صادقش عليه المغرب، كاين هاد الامور اللي كتلزم الدوله المغربيه. وكنقولوا حنا ما كنقولوش بان انخراط المغرب في المنتظم الدولي لحقوق الانسان لا يجبره ولا يلزمه، لان ماشي القانون التشريع الدولي كما جاء في النقاش يختلف عن التشريع الوطني، لان التشريع الوطني فيه جزاء دائما مرتبط بجزاء، التشريع الدولي ليس فيه هذا الجزاء. لا، التشريع الدولي فيه واحد الجزاء مهم، لانك كتفقد المصداقيه ديالك امام باقي الدول، وكتقدر تكون عندك مشاريع اقتصاديه ولا سياسيه تقدر ما تمشيش في الطريق اللي مفروض انها تمشي فيه لو كنتي ملتزم. ولهذا جاء تصدير المملكه المغربيه بالنص على سمو المواثيق الدوليه فورا نشرها بجريده رسميه على التشريع الوطني بطبيعه الحال في نطاق الدستور والهويه الوطنيه الراسخه الى غير ذلك، وجاء على ينص كذلك بالتزام المغرب على حمايه منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني كما هي متعارف عليها كونيا. والمغرب انخرط في هذه المعركه ديال ملائمه القوانين الوطنيه مع الاتفاقيات الدوليه الناظمه لحقوق الانسان، وعندنا مجموعه من النصوص الوطنيه اللي تلائمت. ما كنكروش ما خصناش نكونوا عدميين، بزاف ديال القوانين في المغرب تم تعديلها مع المواثيق الدوليه لحقوق الانسان، وهناك الكثير من النصوص الاخرى التي لا زالت تحتاج الى تعديل، وما كاين حتى شي حاجه كتجي دقه واحده. حنا غاديين في مسار خطوه خطوه وكلها خطوات ايجابيه، ولا كان شي تراجع بطبيعه الحال عندنا مجتمع مدني، عندنا مؤسسات وطنيه التي انشئت وفقا لمبادئ باريس، عندنا مجموعه من الاليات اللي يمكن تصدوا بها لاي خروقات اللي ممكن تكون، مع العلم ان المجتمع فيه اطياف مختلفه فيه تعدد
في ايديولوجيات مختلفه، في تيار حداثي وتيار محافظ، فيه من يرغب في الخصوصيه ومن يرغب في الحداثيه وفي التقدميه وفي العالميه. وبالتالي حنا كل ما نسعى اليه ان يكون هذا المجتمع يضم جميع اختلافاته، وان تدبر هذا الاختلاف كيف ما تدبر في الدول الديمقراطيه باريحيه وبتوافق وبايمان وبقناعه بان انا والاخر هو الاخر. وبالتالي ما يمكنش نجيبوا دابا هذا الشيء اللي كنتناقش اليوم، ما فيهش حتى حموله ايديولوجيه معينه، ما قدرش نقراه. لو كانت فيه غير حموله ايديولوجيه معينه نقول بان هذا التيار او ذاك. اليوم فيه لخبطه، فيه مزيج من 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 الافكار الغير السويه والتي لا يمكن ان يتم تنظيمها في نسق واحد. يعني فكره من هنا وفكره من هنا، واحد تناقش الدفوع الشكليه، واحد تناقش الوطنيه، واحد تناقش البروتوكول الملحق بالعهد المتعلق الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، واحد تناقش تقرير ديال الفريق جابوا لنا التقرير باش يقول لك راه شحال دار ديال الاعمال. ولكن كيبقى النقاش مفتوح. واش نتوما كتهضروا على اعتقال تحكمي؟ سيروا تقدموا للجهات المختصه باش دير المتابعه، لان هضره جنايه. واش كتهضروا على اعتقال تاع السوفي؟ غتناقشوا في اي اطار؟ الا كتناقشوا بان الاعتقال كاين غير شرعي او غير نظامي، راه نتوما درتوه في دفوع شكليه، واش كتيروا هذا الدفع بطريقه او بلبوس اخر؟ يعني كيبقى الاشكال القانوني، شنو هو المطلوب من هذه المحكمه؟ واش مطلوب من المحكمه ان تطلق سراح سيد توفيق بوعشرين في اعتراف ضمني بانها هي كانت تعتقله بشكل تحكمي؟ يعني كاين واحد الخلل، ماشي هو هذاك. مصدريا، اجرائيا، قانونيا، هذا النقاش مضر لتوفيق بوعشرين اكثر مما هو مفيد له.